بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اليوم سوف أقدم لكم برنامج التابع لشركة الويلكوم، وهو هاتش أمبرويدري، وهو مختص في تصميم الرشمات. إذا سوف ندخل إلى محرك البحث جوجل ونكتب هاتش أمبرويدري لكي نبحث عن موقع البرنامج. إذا هنا نضغط على هذا الرابط لكي ندخل إلى برنامج، إلى صفحة البرنامج، وسوف نقوم بتحميله ثم تنصيبه بإذن الله. إذا هذه هي صفحة البرنامج. هنا في هذه الصفحة الأولى يقدم لنا رابط التحميل، ولكن يجب علينا أن نقوم بالتسجيل في هذا المكان. نقوم بتسجيل جديد. أنا قمت سابقا بالتسجيل، مسبقا بالتسجيل، إذا سوف أدخل مباشرة بإذن الله. عليكم أن تكتبوا كل هذه المعلومات لكي تقوموا بعملية التسجيل والدخول إلى صفحة البرنامج، ولكي تتمكنوا من تحميل الصفحة التجريبية لمدة شهر. إذا هنا أنا أدخل مباشرة لأنني قمت بعملية التسجيل مسبقا. عندما تقوم بالتسجيل وتدخل تظهر لك هذه الصفحة Free Embroidery Software Trial، أي النسخة التجريبية للبرنامج. نضغط هنا ونقوم بالتحميل. أنا بدأت بالتحميل، سوف ننتظر حتى نهاية التحميل لكي أقوم بتنصيب البرنامج. إذا هنا انتهت عملية التنصيب، عملية التحميل عفوا. سوف أبدأ بعملية التنصيب، تنصيب برنامج هاتش أمبرويدري. إذا هذا البرنامج تابع لشركة الويلكوم، وهو لديها خاصية تصميم الرشمات وتغييرها، وله خواص كثيرة سوف تكتشفونها إن شاء الله، لأن في البرنامج هناك فيديوهات تتكلم عن هذا، وفي صفحة البرنامج مساعدة لكي تتعلم هذا البرنامج، وهناك فيديوهات في اليوتيوب أخرى كثيرة. وسوف نضع أضع لكم فيديو صغير تجريبي لهذا البرنامج لكي تروا بعض الخصائص التي يقوم بها. إذا هنا نحن بصدد تنصيب البرنامج. ننتظر حتى نهاية التنصيب لأن العملية تطول شيئا ما، وهذا حسب الكمبيوتر الذي تستخدمونه. يجب أن تكون لديكم الرام كبيرة وكذلك مساحة كبيرة. إذا هنا نتبع الخطوات التالية. اقترح لغات، بعض اللغات، اختار الفرنسية. إذا هذا البرنامج قدم لنا بنسخة تجريبية لمدة شهر، وهذا شيء جيد لكي نقوم بتجريبه أولا، مثل شركة الكاسبيرسكي الذي يعطي البرنامج لأول مرة تجريبي لمدة 30 يوم لكي تجرب البرنامج، ثم تشتري ليسونس لكي تملك البرنامج نهائيا. ولحد الآن لا أعرف إذا كان
تراك لهذا البرنامج أو لا. إذن بهذه النسخة التجريبية نستطيع أن نرى الخصائص التي يمتاز بها، هل هو أحسن من الويلكوم الأخير E4.2 أو E4.5. سنرى بإذن الله لاحقا إن شاء الله بعد التجريب. إذن بعد عملية التنصيب، عندما ينتهي من التنصيب يطلب إعادة إقلاع الويندوز روديماراج ويندوز. نقوم بإعادة الإقلاع، ثم بعد ذلك سأعطيكم فيديو صغير عن هذا البرنامج إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.